مسألة بسيطة جدا، كل ما هو مطلوب من اللاعب انه كما هو المتعارف عليه في لعبة الجولف انك تضرب الكرة بالمضرب اللي في بيدك وتحاول ان تدخلها باقل قدر ممكن من الضربات وباسرع وقت. لكل لاعب ثلاث ضربات، يحط الاولى يرجع يحط الثانيه، يحط الثانيه يرجع يحط الثالثه. اوكي، وحنشوف في كل مرحله من الجوله الثانيه من الفريق اللي حيخلص بالاول. جاهزين؟ طيب انطلقوا، واحد من الاصفر سلطان وامين، اول ما اعطيكم الاشاره تنطلقوا. سلطان وامين وقتكم يبدا الان، تفضلوا. ما تخرج من المسار، اللي حيطلع من المسار يخسر. انتبه، اللي حيطلع من المسار يخسر. راحت عليك، يلا الثانية. طلعت من المسار، راحت عليك. شوف هذه الفرق بين الاستراتيجيتين اللي اشتغلوها أمين نفسه. أمين 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 نفسه، أمين أمين نفسه. أيوة تمام كده، خليك كويس. استراتيجية الضربة الطويلة يبدو أنه ما مشت مع أمين. كويس. وسلطان استراتيجية الضربات القصيرة، وهذه الثانية راحت، وراحت على أمين، راحت على سلطان وراحت على أمين. يلا بهداوة بهداوة بهداوة، المسألة ممكن أن يعني يتم تداركها. أول لاعبين من الفريقين، أول لاعبين من الفريقين. يلا يلا يلا، حلو حلو، بسرعة سريع. سلطان من الثاني، سلطان ومن هنا اسمك؟ محمد. سلطان ومحمد، سلطان من حضرموت ومحمد من شبوة حديدة، من الحديدة. يلا وقتكم يبدأ الآن، يلا يلا. روح روح، برافو عليك يا محمد، برافو عليك يا سلطان. اللاعب الاسرع هو اللي حيفوز اليوم. 200,000 ريال يا شباب، المساله يبغى لها شويه شده تمه. احلى يا سلطان، اسرع، حاول تطول الضربات شوي، حاول تطول الضربات شوي وتلحق. يا سلام عليك، يا سلام عليك. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، اسرع 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 يا سلطان، اسرع يا محمد. الحديده ام حديده ام بتوطي، 200,000 ريال. يلا بسرعه سلطان، احلى سلطان الحضرمي. الفريق الاخضر بعد ان تقدم الفريق الاصفر في المرحله الاولى، حرام عليك، بداوا يدحرجوا شويه وبدا الاخضر يتقدم. يلا الكرات، طيب الكرات يا طيب. شباب ركزوا، الان جوله للفريق الاصفر وجوله للفريق الاخضر، جوله مع امين وجوله مع الخضر. جوله الحسم، الفريق الفائز حيطلع بال 200,000 ريال. جاهزين؟ جاهزين، ابدأوا. بسم الله، يلا. لا على اللغة، ايوه بعده بعده بسرعة بسرعة يا شباب، هذه 200,000 ريال رايحة للفريق الفائز. 200,000، ليتني انا داخل بالشعاب هذا. بسرعة بسرعة يا شباب، التأخير غير مطلوب. والله منافسة شديدة بين الخضر. برافو يا خضر، برافو. برافو عليك، تنتهي هناك. تعال تعال جي. شباب ركزوا معايا، الجولة الحاسمة تستدعي مشاركة الثلاثة، تستدعي واحدة بواحدة بواحدة مشاركة الثلاثة. الفريق يتوزعوا على المسار، لكل واحد ضربة، لكل واحد منكم حيضرب الكرة ضربة. ركزوا معايا، واحد حيوقف هنا، واحد في نص الملعب، واحد في الأخير. تمام، بعد ما تضرب ضربتك تجري جري تسلم المضرب للاعب الثاني، اللاعب الثاني يضرب ضربته
يسلم المضرب للاعب الثالث. معاكم ثلاث ضربات للكرة، جاهزين؟ يلا توزعوا توزعوا يا شباب. الآن سلطان ومحمد، الآن تفضلوا. خرجت برا المسار. اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، حاول تدخلها اللي بعدها. ايوه يلا ضرب. لعب لعب خلوه يلعب. اللي بعدها خلاص خرجت برا المسار الثانية. لا ضربة واحدة. اللي بعده ناول المضرب اللي بعده. ضرب لا عندي. ها تلقفت تلقفت تا سريع سريع. راحت عليكم. خلاص خلاص خلاص. باقي الثالثة باقي الثالثة. ما خرجت. خرجت تاكل ما خرجت. لا ما خرجت. بقدر. يلا باقي لكم ضربة باقي لكم ضربة. ابعد الكرات ابعد الكرات. كيف الآن؟ كم ضربتم كرات؟ ثلاث. خلاص باقي لهم ضربة. أنا عادي ضربها لما تصل. برافو عليكم يا شباب. يلا طيب، إذن الفريق الأخضر يحسم الجولة الثانية في هذه الحلقة الممتعة واللي كانوا فيها على قدر من المساواة. يعني ربما أنا شايف أنه أمين وأصحابه كانوا أكثر قدرة على التحكم بالكرة، وهذا اللي أعطاهم المساحة والمسافة أنهم يحسموا الجولة الثانية، وبالتالي صار في رصيدكم يا شباب 200,000 ريال. ما زال الفريق الأصفر يعافر. سلطان جاهزين نعوض في الجولة الثالثة؟ الجولة الثالثة الفريق الفائز حياخذ 200 والفريق الخاسر حياخذ 100,000 ريال. لا عفوا 50 ولا 100؟ نخليها 100. الخاسر 100 والفائز 200. جاهزين؟ يلا يا شباب نطلع فاصل مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل حنواصل معاكم. روحوا جيبوا شاي عصير كيك بسبوسة الحاجات اللي باقي اللي ما دبغتوها في الفطور هاتوها ذا الحين، كملوا عليها ذا الحين. فاصل وراجعين.